الخبر اللي عادنا عن نورمار وتهجم على قمر الطاي في المقابلة اللي سواها ميو موفلوكس. يا حبايب موفلوكس سأل نورمار انه اكو بنية انت عندك مشكلة وياها واللي كان يقصد قمر الطاي. نورمار جاوب يب عندها هذه وياها مشكلة، ولكن ميري تقول سبب المشكلة عمود مصدر خلافات. راح اعطيكم لقطة شوفوها. في واحد بنت من قبل، واحد بنت من قبل، اوكي انت بعرف انت أوكي. عندك مشكلة معه، ليش؟ شيت يلا شيت مشكل سعر. هو واحد بنت، انا حط من عقلي البنت اللي بدي اياها ولا لا؟ هو واحد، ايش اسمه؟ بعرف. خلاص خلاص هي جاهز. انا مش لازم تقول شيء برو. لا قلنا ما في اسئله. هلا هلا استنى شوي. هلا واحد بنت انت على اسماء. هلا عادي انا باكل. شوف 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 داخله برو. شوف انا ما بتقول مش بتقول اسم البنت. ليش عنده مشكل؟ ما بتقول اسمه عادي، ما بتقول، بس انا وانت بعرف. بس ذكي الصراحه، ذكي. شو المشكله؟ حبيت الفكره. شوف انا ما عندي مشكله احكي شو المشكله، بس ما يصير مشاكل بالسوشيال ميديا. بعد يا حبايب السؤال الثاني صار يسأله منو البنيه اللي انت قابلتها وتمنيت انك ما قابلتها. فرد نورمار بشكل صادم انه نفس البنيه اللي بالسؤال السابق، هو طبعا ما قال اسمها ولكن واضح قصدك قمر الطاي. قال انه هو ما يكرهها ولكن سببت له هواي اضرار. راح اعطيكم لقطه شوفوها، واكيد هو يقصد قمر الطاي. شو رايكم؟ اوكي جايز، سؤال يلا. انا بتقول بالانجليزي وبتسوي ترجمه. اوكي، is there anyone طيب you met or you've met now okay. that you wish you didn't meet? Oh اكيد بنت، اكيد بنت. you لا لا كذابه يا برو. ليش نفس السؤال؟ لا مش نفس السؤال، بس نفس الجواب هو. انا هذا شخص يعني برو. شو بتسوي معه نور؟ اسمع شو بتسوي؟ اسمع، هو نفس الشخص بس مو لانه انا كرهته. لا الحين انا بدي اشوف ها اسمه. اوكي اوكي اوكي، هو نفس الشخص بس مو لانه انا بكرهه، لانه انا ضرني كثير بحياة هذا الانسان. يعني شلون بدي اقول له الاذية بالانجليزي؟ يعني حب كثير. لا لا مش حب. حب حب اكيد حب. مش حب مش حب. لا مش حب، هو اذاني. يعني كيف مثلا انا يور فريند، فجأة اروح احكي مثلا لهذاك موز نوت جود كذا. خلاص مثلا عندك اعلان، فجاه اروح اقول للشركه از نوت جود كذا، ياخذ اعلان له. بصوا حبايبنا، صار المقطع فجر. طب لايكات، شاركوا فيها زين من قادم هيك القصص. احبكم وبس، مع السلامه.